ضيفتنا في فقرة اون سيت النهارده هي نجمة النجوم اللي بدأت تمثيل سنة 74 لما مثلت في فيلم قصر في الهوى، وبدأت حياتها الفنية ببطولة الفيلم ده. ضيفتنا النهارده هي الفنانة والنجمة الكبيرة يسرى، واللي وصلت أعمالها الفنية لأكثر من 150 عمل بين أحلى المسلسلات والأفلام. إحنا هنا في اون سيت قابلنا الفنانة يسرى في مهرجان الجونة السينمائي واتكلمنا معاها عن حاجات كتير جدا، تعالوا نشوفها مع بعض. الفنانة الجميلة والمتألقة يسرى، برحب بيكي معانا في برنامج اون سات ومبسوطين جدا ان احنا معاكم النهارده في الجونه. ميرسي، انتوا معانا من اول سنه يعني، وانتوا اللي معانا وفي ظهرنا على طول، اهلا بيكم هنا. اسم الفنانة يسرى من اكتر الاسامي المرتبطة بمهرجان الجونه، عارفه ان في اسامي كتير جدا مهمه في مهرجان الجونه، بس اسمك اكتر اسم مرتبط بالمهرجان ده. يمكن عشان كنت معاهم من اول سنه، ويمكن يعني مع الغنوه اللي حصلت بيني انا وبين ابو، يعني ثلاث دقايق من احلى الاغاني اللي الناس بتحب تسمعها. انا بتصور ان هو ده سبب، وانا فعلا مرتبطه بمهرجان الجونه جدا جدا، ومش بس مهرجان القاهره برضو مهم جدا بالنسبه لي كفنانه، لانه ده مهرجان بلدي برضو، فانا مرتبطه بالمهرجان. بس كلميني عن علاقتك بقى، بما ان احنا في مهرجان الجونه النهارده، عايزاكي تكلميني عن علاقتك بمهرجان الجونه، وقد ايه بتكوني مهتمه وحريصه انك تكوني جزء من كل حاجه في كل دوره للمهرجان. بصي، مفيش مهرجان بيتعمل بسهولة، انسي، من اختيارك للأفلام ده بيبقى له ناس معينة، من تنظيم، من ظروف ممكن تقع منك، من حد جاي في السكة ويقولك لا أنا مش هقدر أجي، من كل الحاجات دي. فأنت تنظيم مهرجان ده من أصعب ما يمكن، ومفيش مهرجان مفيهوش في الكواليس بتاعته مشاكل. انسي، هتقولي لي لا مهرجان الأوسكار، لا هتلاقي برضو في الكواليس، بس احنا ما نعرفش عنها حاجة. هو ده الفرق. مفيش مهرجان، مفيش عمل كبير بيحصل من غير ما يكون وراه شوية مشاكل، بس كمان وراه جيش كبير جدا جدا بيشتغل عليه. صح، كنت لسه بحضر الكونفرزيشن ما بينك وبين أستاذة إسعاد، حاجة كانت جميلة جدا، دي عشرة العمر، دي اتبسطت جدا واستفدنا كتير قوي 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 بالكلام اللي انتوا قلتوه جوه. كلميني بقى عن رأيك بعد ما طلعتي من الكونفرزيشن. لا أنا فرحانة جدا، أنا اللي قلت لهم عايزة أعمل مودريشن مع إسعاد، أنا اللي عايزة أكلم معاها، أنا مش عايزة أسئلة اللي هي العادية أو اللي هي التقليدية، أنا عايزة أشوفه إسعاد مع صاحبتها بتقول إيه. أيوة أنتي، أنا ما حسيتش إن في سكريبت أو في أسئلة مكتوبة، أنتوا كنتوا قاعدين بتدردشوا وبتتكلموا. بس مثلا في حاجات هي قالتها بقول لها أنا معرفش ده، معرفش ده، معرفش، وفعلا في حاجات كده أنتي بتكتشفيها مع الوقت. بصي، حلو إنك تلاقي فنان وفنانة أو فنانين صحبيتهم مستمرة لآخر يوم، وإن في ناس بتحبك بجد، وإن في ناس بتخاف عليكي بجد، ده مهم قوي. وده حاصل مع، يعني أنا بقول مع زميلات كتير جدا جدا وزملاء كتير جدا، وبحس إن أنا محظوظة إن أنا بيني وبينهم الحب ده والاحترام ده. رحلتك مليانة بالنجاحات وبأعمال كتير جدا، يعني هيستوري طويل من الاعمال الناجحه في كل حاجه. كلميني ايه الدرس اللي طلعت بيه وحسيتي ان انت دلوقتي تقدري تقولي انا طلعت بالدرس ده بعد كل التاريخ وبعد كل المشوار الطويل ده؟ ايه اهم درس استفدتي؟ لا، هو دروس، انت بتستفيدي دروس مش درس واحد بس. اهم حاجه انك تعرفي اللي قدامك، يعني انا اخر حدودي عندك، ما اقدرش اتعدى ده المفروض اللي أنا تربيت عليه واللي احنا عرفناه والأصول اللي احنا عرفناها. فعشان كده في حاجات مثلا عمري ما هقدر أتدخل فيها مادام ما تخصنيش، وحتى لو انتي صاحبتي الأنتيم وما قلتليش على حاجة عمري ما هحاول أعرفها، انتي اللي مش عايزة تقولي بحقك. الحاجات دي هيت ما بقتش موجودة. ناس دلوقتي طول الوقت شايفه ان من حقها انها تخش حياتك، ومن حقها انها تتكلم معاكي، ومن حقها إن... لا، في اصول في كل حاجه، الناس ما بتحترمش الخصوصيه. لا، ده الدرس اللي انا اتعلمته من كونكلوجن الحياه اللي انا عشته، ان في حاجات بتاعتي وانا يحق لي ان انا احتفظ بيها، وفي حاجات بتاعت الناس اديها لهم. انت عدت عليكي اكيد فترات صعبه، يعني ما فيش حد ناجح النجاح ده و ما عداش بأبس اند داونز. لا، أكيد عدت عليك فترات صعبة، ممكن تعدي بترومز مش بس أبس اند داونز،
ممكن تعدي بحاجات ما تقومكيش من مكانك. صح. لكن انت ازاي بتصمدي، ازاي بتعدي الحاجات دي، ازاي بتكملي مشوارك، هو ده الصعب. وازاي تكملي صح. صح. مش عشان حصل لك حادث او شيء تعلقي شماعه ان ده حصل. وانا ضد ان اي حد يعلق شماعته ان حاجه حصلت له وحشه. كلنا بيحصل لنا حاجات وحشه، كلنا بنعدي بظروف صعبه، كلنا بنشوف اوقات من أصعب ما يمكن، لكن مش معناها أبدا أبقى وحش. أنا فاكرة أن السنة اللي فاتت قلتي حاجة مهمة جدا لسه فاكراها لحد النهاردة، وكانت بالنسبة لي مفاجأة، وكانت بالنسبة لناس كتير جدا مفاجأة، لما قلتي أنا كان اسمي النجمة المعلبة. مش عايزة أتكلم معاكي في حاجة يمكن ذكرتيها قبل كده أو اتكلمتي فيها قبل كده، بس فكرة أن يسرى الشخص الناجح المتألق اللي الناس كلها بتشوفها دلوقتي آيكون ورول موديل، انها تعدي بفترة صعبة زي دي وتكمل ويبقى عندها الإصرار. اي حد ممكن يحصل معي اللي حصل معاكي ده، ممكن ما يكملش نفسياً. تماماً. يعني انا ما يعني هقولك حاجة، انا كنت دايما اسأل ليه الفيلم ده ما نجحش، ليه قعدت 4 سنين، ليه عملت 25 فيلم وما تعرضوش، ولما اتعرضوا ما نجحوش النجاح اللي كنت نفسي ينجح فيه. فبقيت ادور على المشاكل، لو كنت انا فيا مشكله كنت هعالجها. كان ممكن الواحد يقول ايه ده، انا اكيد المشكله فيا، اكيد انا لعيب فيا، اكيد انا فيا حاجه غلط. لا، انت لازم يبقى عندك ثقه وايمان باللي انت مؤمنه بيه. يعني هل انا ممثله مجتهده؟ هل انا ممثله كويسه؟ هل انا الغلط مني فاحسنه؟ انا كنت بروح مثلا معهد السينما وانا مش تلميذه فيه، بس اروح اتعلم منهم، اتعلم من السيناريست الفلاني بيكتب ازاي، فاقول له يعني ايه سيناريو، فيقول لي كذا 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 كذا، اشوف الاضاءه بتتحط ازاي، هتصور ازاي، كنت موديل ليهم. فاهمه؟ لما بتمارسي حياتك الفنيه مع ناس بتفهم، كل واحد فيهم بيخرجك من جامعه. صح. فده مهم. الحياه مش بس ضحك، جميل الضحك، لكن كمان انك تتعلمي من الناس الكبار اللي اكبر منك، ده شيء. بمناسبه الكلام عن السيناريوهات، قولي لي ايه السيناريو اللي تفتكري انك اول ما قريتيه قلتي ايه الحلاوه دي؟ يعني خلاص السيناريو ده او الفيلم ده انا هعمله. بصي هقول لك حاجه، السيناريو ممكن تقريه يبقى حلو قوي ويتنفذ وحش جدا من مخرج بينفذ. وفي سيناريو يبقى مكتوب وتقول يا نهاري متهيألي مش حلو، بس المخرج يخليه أحلى حاجة. كل ده بيكتمل بإيه؟ بالتيم وورك، من المخرج، من الكاتب، من المصور، من الممثل، من كله، من المونتير نفسه، لأن المونتاج مثلا عليه عامل كبير جدا جدا. فأنت لما يعني مثلا الإرهاب والكباب، أول مرة قريته هند فتاة ليل في الدور ال13، بس ما فهمتش أنا بعمل إيه، ما فهمتش أي حاجة، فات وقت ونسيت. يعني قلت أكيد مش دور، يعني أكيد ما أنا يعني مش أنت قريتي بس الحتة دي وسبتي السيناريو ما كملتيش؟ لا يا حبيبتي، السيناريو كله قريته، الحتة دي اللي مكتوبة على الشخصية دي، فهمتي قصدي؟ فهمت. بس مع مخرج كبير كبير زي شريف عرفة، مع أستاذ وحيد حامد، لما يجيب يسرى هيعمل لها شغل، مش لازم من الجلدة للجلدة، بس كل مشهد ليه وقعه، ليه يعني قيمته. لما مثلا قرينا طيور الظلام، عمرنا ما تصورنا ان احنا هنعيشها، عشناها. فانت عندك مفكر وعندك مخرج. صح. بيشوف لقدام. فبصي كل دي عوامل، التيم ورك مهم قوي، الناس اللي بتتلم على بعض عشان تطلع لك العمل الفني اللي أثر عليكي، هو ده المهم. يسرى انت من الناس الجريئة قوي، من الشخصيات الجريئة قوي، يعني معظم الفنانات سواء كبار أو صغيرين، احنا كستات ما نحبش نقول سنانة، نحبش. أنا فخورة قوي، أنا فخورة قوي بيا وبسني وبعمري. جميلة. وقلت ده من غير أي مشكلة طبعاً، من غير أي حاجة حبيبتي خالص. بصي هقول لك حاجة، أولا عمري ما خبيت سني، عمري ما قلت لا أنا صغيرة مش عارفة إيه، وعمري ما حسيت بسني. أنا أتذكر جدتي مثلا، جدتي اتوفت عندها 56 سنة، وكنت شايفاها كبيرة وعجوزة، لكن كان شكلها كده.
خدي بالك ان الاجيال دي بتتغير، وانتوا مش هيبان عليكم السن زينا يا رب، بعدكم مش هيبان. لان هي دي الاجيال، لما تيجي تبصي هتلاقيها كده. فلازم تحترمي ده وتحبيه وتبصي على تاريخك وانت فخوره. انا فاكره سالت سؤال من فتره كده قريبه جدا، مين الفاشن ايكون بتاعتك؟ مين شايفه احلى حد او اكتر حد في مصر عندنا هنا نقول عليه ان هو ايقونه في الموضه؟ وقتها بدون تفكير انا ما كنتش فكرت في اجابه السؤال، ولا كنت متخيله اصلا السؤال. انا جاوبت بكل تلقائيه، يسرى. يا حبيبتي ده من ذوقك. يسرى انت ايقونه في الجمال وفي الفاشن وفي كل حاجة حلوة، ازاي بتقدري دايما ان تحافظي على ده، وازاي كل مرة بتكوني حريصة ان ده يظبط وما يعني يروحش بيكي في حتة تانية؟ لازم تعرفي اللي يليق عليكي ايه واللي ما يليقش عليكي ايه. وبي يعني كلنا، يعني انا زمان بقول ياي كان نفسي اتخن وانا رفيعة قوي، النهارده بقول ياي يا ريتني ما تخنت، ياي يا ريتني مش عارفة ايه. انت ايه اللي يليق عليكي هو ده اللي تلبسيه، اللي تبقي فيه حلوه هو ده اللي تلبسيه. ممكن تلاقي فستان ب 900 مليون جنيه وحش قوي عليكي، هتلبسيه ليه؟ عشان غالي؟ طز ما دام هيوحشني. فاهمه قصدي؟ صح، معاكي حق. فلازم تعرفي ايه اللي يتلبس وامتى يتلبس. نورتيني، اشكرك، وكنت سعيده جدا جدا جدا. انت اللي منورانا هنا، واشكرك جدا جدا. شكرا لحضرتك. ميرسي حبيبتي. ثانك يو.